وصل ريال مدريد إلى العاصمة الإسبانية بعد انتهاء جولته الأمريكية استعدادا للموسم الجديد واللي خاض فيها 3 مباريات أمام ميلان وبرشلونة وتشيلسي. ريال مدريد أنهى جولته التحضيرية قبل أن يعود إلى إسبانيا لتركيز جهوده على كأس السوبر الأوروبي أمام أتلانتا يوم الأربعاء 14 أغسطس. الإيطالي كارلو أنشلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد أبدى رضاه عن لاعبيه بعد الفوز على تشيلسي الإنجليزي بنتيجة 2-1 ده في ختام الجولة التحضيرية في الولايات المتحدة الأمريكية. أنشلوتي قال تشيلسي كان منافس جيد وأعتقد أننا مستعدين أن احنا نبدأ موسم جديد وحان الوقت أننا نفكر في كأس السوبر الأوروبي. نادي برشلونة بيستعد لتقديم نجمه المنضم حديثا داني أولمو للجماهير في أول ظهور بعد التعاقد معاه من صفوف لايبزيج الألماني. الصحف الإسبانية أكدت أن موعد الظهور الأول للوافد الجديد مع برشلونة هيكون يوم الاثنين اللي جاي. من المقرر أن يخوض أولمو أول مرة ليه مع برشلونة يوم السبت اللي جاي.